في عناوين النشرة: جعجع لم يقتنع من الحريري ولا موقف بعد من المشاركة. إذا حزب الله غير شيء ما في 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 طريقة نظرته لإدارة الأمور بالبلد، مما ساعتها بيسمح على أنه نقعد على طاولة حنوية. السنيورة يحمل تفاؤلا إلى بعبدة، وسليمان يطلب تنازلات متبادلة. في الخاص: من نهر الكلب إلى خلدي مراقبة عليا. هم ليسوا بصحفيين بل مدنيون وعسكريون في غرفة التحكم المروري، يراقبون حركة سيركم لتسهيلها. الراعي ينقل إلى القصر حرص البابا على استقرار لبنان. المعارك تحتدم بين فصائل المسلحين وداعش في سراقب، واليرموك يحتضى رجوعا. خليها حكام العرب يتفرج علينا، نشكيهم لله واحد واحد. وفي النشرة: معركة داخل البرلمان التركي. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل.